عاشوراء إصلاح الفكر والعقيدة والأخلاق. زينب عليها السلام من الشام إلى المدينة، لا زيارة الأربعين ولا كربلاء. أولا، القمي متيقن من رحيل زينب والسجاد والآل عليهم السلام من الشام إلى المدينة. ثانيا، المفيد يسبق القمي في نفي زيارة الأربعين والمسير إلى كربلاء. ثالثا، الشيخ الطوسي يؤكد لا كربلاء لا المسير لا زيارة الأربعين. رابعا، الكفعمي ينضم لحقيقة رجوع زينب عليها السلام إلى المدينة. خامسا، ابن الأثير والطبري والقرماني مع القمي ينفون الأربعين. القمي مع أهل الحديث والسير والتاريخ على نفي المسير والأربعين، تأييدا وتأكيدا لرأيه في إنكار المسير والأربعين. يستبعد كثيرا أن يعود أهل البيت إلى كربلاء، فإن القمي أليف. قد أشار القمي إلى اتفاق علماء الحديث والسير والتاريخ على استبعاد ونفي زيارة الأربعين ومسير العيال وزينب والسجاد عليهم السلام إلى كربلاء، وتأكيدهم على رجوع أهل البيت عليهم السلام من الشام إلى المدينة. باء، قد ذكر القمي المفيد والطوسي والكثعمي وابن طاووس وابن الأثير والطبري والقرماني وآخرين واتفاقهم على إنكار ونفي المسير وزيارة الأربعين. جيم، كذلك أشار للجهات اللائقة والثقات والمعتمدين والأجلاء مع أهل الحديث والسير والتاريخ والاتفاق على رفض ونفي الأربعين والمسير. دال، قال القمي غير خاف أن ثقات المحدثين والمؤرخين متفقون، وبملاحظة كل هذه الأمور يستبعد كثيرا أن يعود أهل البيت عليهم السلام إلى كربلاء، فيصلوا إليها في اليوم العشرين من صفر الذي يوافق اليوم الأربعين. وقد اعتبر السيد ابن طاووس هذا الأمر مستبعدا، وعلاوة على أن أحدا من أجلاء فن الحديث والمعتمدين من أهل السير والتواريخ في المقاتل وغيرها لم يشر إلى هذا الأمر، مع أن جهات لائقة أخرى أتت على ذكره. يلاحظ من سياق كلامهم إنكارهم له، وليس في كلام أي منهم ذكر للسفر إلى العراق.